يمكنك أن تشعر بالخوف، عليك أن تتحلى بالشجاعة لتقوم بهذا النشاط وتتغلب على مخاوفك. إنها أكثر من تجربة، رؤية كم هي كبيرة بحيرة تيتيكاكا. الأمر يتعلق بالاستمتاع أكثر من أي شيء. وضعية الرجل الخارق سوبرمان تخيفني أكثر، أعتقد أنها تشعرك بأنك عرضة للخطر. لقد مارست رياضات عاتية، ولكن أعتقد أنها المرة الأولى التي أقوم بها بهذه الرياضة الصعبة. Ugh.